أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي منشأة اقتصادي، والذي نسلط الضوء من خلاله على أبرز القضايا الاقتصادية على الساحة المحلية والعالمية. حلقة اليوم نناقش فيها معرض إكسبو 2018، أكبر تظاهرة تجارية تشهدها البلاد. مشاهدينا الكرام، في أهم التظاهرات الدولية التجارية التي تشهدها البلاد يسهم معرض الكويت التجاري الدولي كويت إكسبو 2018 الذي سيقام في السادس من فبراير المقبل، يسهم في دعم التنمية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص بما يتوافق مع رؤية دولة الكويت لتعزيز وتنمية القطاعات الأخرى الاقتصادية والتوافق مع خططها الاستراتيجية. التفاصيل في سياق التقرير التالي. وبعد هذا التقرير أسعدنا أن يكون معنا في الاستديو الشيخ نمر الصباح، الوكيل المساعد لشؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية بوزارة التجارة. مساك الله بالخير، سعيدين بتواجدك معنا وقواكم الله على العمل اللي راح تقومون فيه في يوم الغد وافتتاح المعرض. لا شك أن الكثير بدأ يتكلم عنه وصار زخم كبير في وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن هناك بعض الأشياء يمكن اللي أنا حاب نتدرج فيها بالأسئلة حتى نوضح الصورة أكبر وبشكل أكبر، يعني خاصة إنجاز. يعني أنا ذهلت لما قرأت كيف تم بداية هذا المعرض خلال الفترة القادمة. لكن نعطي تعريف عن ما هو الإكسبو. في البداية يعني أود أن أشكر حضرة صاحب السمو لرعايته الكريمة لمعرض الكويت التجاري الثاني كويت إكسبو 2018 الذي سوف يقام في أرض المعارض في تاريخ من 6 إلى 10 فبراير 2018. معرض كويت إكسبو يضم تحته ثلاث معارض دولية. المعرض الأول هو معرض الكويت الدولي الثاني بالاشتراك مع المركز الإسلامي للتنمية المتخصص لإقامة المعارض الدولية. وفي هذا المعرض سوف تشارك فيه كثير من دول العالم لعرض منتجاتها ووضائعها في دولة الكويت. أما المعرض الثاني فهو المعرض نقل المعرفة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويتخلل هذا المعرض الالتقاء بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع أكبر شركات الموجودة في العالم للاستفادة من الخبرات الموجودة في هذه الشركات. جميل. وتبادل المعلومات والفكر والتعاون. المعرض الثالث اللي هو معرض نقل صناع العالميين ميكر فير، وهو يختص للمخترعين الموجودين بالكويت أو على مستوى العالم. يتم عرض جميع براءات الاختراع الذي يملكونه، وهناك لجنة تحكيمية من دولية سوف تكون موجودة لفرز أفضل ثلاث اختراعات موجودة. براءات الاختراع من الكويتيين ام من انحاء العالم؟ يعني من الكويت يكون وكذلك من الكويت ودول الخليج وجميع دول العالم. جميل. وسوف يتخلله في فريق متخصص لعرض هذه الاختراعات، ويتم مساعدتهم اذا ان كان هذه الاختراعات تستطيع ان يتم تحويلها الى صناعه. جميل. وهذه راح تكون ان شاء الله اول مره على مستوى الكويت. جميل. طيب، أهداف إقامة هذا المعرض، يعني شفنا قبل سنتين كان الافتتاح الأول لمعرض إكسبو، ولكن كانت المشاركة يعني متواضعة مقارنة بالوضع الحالي. هي كانت كبيرة في ذلك الوقت، لكن مع المعرض الحالي أصبحت متواضعة يعني مع المشاركات اللي قاعدين نشوفها. فأهدافكم لإقامة هذا المعرض من أهداف فقط للعرض؟ لا، راح يكون في بيع مباشر، وسوف يكون هناك كذلك كثير من الوكالات الموجودة من جميع دول العالم، سوف تكون رجال الأعمال موجودين لتسويق لها. في المقابل سوف يكون هناك تسويق للمنتجات الكويتية الصناعية لتسويقها لأكبر عدد ممكن من رجال الأعمال من جميع دول العالم، حتى يتم رؤيتنا في أخذ وكالات لهذه الشركات الكويتية في الخارج وانطلاقها إلى العالمية وانتشارها بأكبر عدد ممكن. هذا راح يفيدنا في زيادة حجم الصادرات والواردات الكويتية. تمام. كذلك مثل هذه المعارض تفيدنا
في الاجتماعات الثنائية على هامش هذه المعارض في نقل المعرفة والخبرات بين رجال الأعمال والقطاع العام وحتى المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة من إقامة مثل هذه المعارض في توسيع الفكر والرؤية وحتى النظر من يكون تصنيع محلي إلى تصنيع خارج الكويت، ونصب أن يكون إن شاء الله منتجاتنا توصل إلى مستوى عالمي. كذلك تعزيز العلاقات الثنائية بين الكويت وجميع دول العالم. كما تعلم أن هذه المعارض تزيد من حجم العلاقات الثنائية وتعزيزها على جميع المستويات، والأهم من هذا كله اللي هو رغبتنا، يعني رؤيتنا في رغبة حضرة صاحب السمو في جعل الكويت مركز تجاري ومالي عالمي، وتماشيا مع رؤية الكويت 2035 الموجودة، فهذا كله ينصب في هذا المعرض إن شاء الله. تمام. أنا ذكرت لك يمكن أنت في البداية كنا نتكلم عن المشاركين، أنا شفت البرومو أو الدعاية اللي مسوينها، شفت أسامي دول، أسماء دول موجودة، فكلمنا عن الجهات المشاركة في هذه الفعالية أو في المعرض. بالنسبة للدول المشاركة احنا نتكلم على أكثر من 30 دولة مشاركة، 30 دولة مشاركة وأكثر من 140 شركة راح تكون مشاركة في هذا المعرض. رقم كبير هذا على مستوى المنطقة، وعلى مستوى أنه يكون ثاني معرض في هذا في دولة الكويت، هذا رقم جدا كبير. احنا دولة الكويت نشارك في معارض خارجية في كثير من دول العالم، متوسط يكون بين 8 إلى 15 دولة يعتبر نجاح لهذه الدول. أما بالنسبة لنا كرقم 30 وقابل للزيادة، ومع الأسف إحنا الحين سكرنا ما نقدر نستقبل أكثر من كذي، القاعة تقريبا سكرت. والجدير بالذكر على مستوى دولي في أكثر من 3 وزارة راح يكونوا موجودين من خارج الكويت لافتتاح هذا المعرض، وهذه بالنسبة لنا سابقة صراحة. هذه سابقة يعني مرة، خاصة إحنا شفنا تذكرت لي أن في الخارج 8 دول يكون هذا بالنسبة لهم إنجاز، إحنا بالكويت 30 دولة خاصة هذا الثاني، يعني هناك نظرة يمكن هذا يمكن قد يعطينا، ما تشوف إنه يعطينا يعني أفضلية ما بين دول عالم، وهناك توجه دولي بأن الكويت تكون يعني مكان اقتصادي وأرض اقتصادية، خاصة مع الانفتاح اللي حاصل والناس قاعد تجهز له يعني خلال الفترة القادمة، أن هناك شركات راغبة في أن يمكن تحضر للكويت. هناك مجموعة ميزة يعني تمتاز فيها دولة الكويت عن باقي المنطقة. إحنا عندنا الاستقرار السياسي. جميل. والاستقرار الاقتصادي. وإحنا نعتبر من الدول يعني ذات منهجية مؤسسات. فما عندنا أي تغيير في القوانين والإجراءات. كذلك موقع الكويت الاستراتيجي، كونه هو الدولة البوابة الرئيسية للعراق وسوريا، كونها تو الحين يتم إعمارهم إن شاء الله بعد الانتهاء من هذا الشيء، وإحنا آخر دولة في الخليج العربي كموقع استراتيجي. فموقع الكويت يعتبر موقع جدا استراتيجي على مستوى الدول العالم كلها. صحيح. وترى أن دولة الكويت يعني والأقرب لأوروبا، يعني والأقرب لأوروبا، وإن شاء الله مع الانتهاء من ميناء مبارك راح يكون لنا موضع قدم على مستوى الوطن العربي كله. أتمنى ذلك صراحة، يعني الكل شغوف، وكذلك بجهودكم الجبارة يعني ملاحظينك أنت ما شاء الله شخص نشط في الصحافة، ونشوف أن هناك في كثير من الأمور اللي تخلي نفرح نوعا ما في ظل الأوضاع، يعني الاستقرار اقتصادي عالمي، وهناك يعني بعض الملامح الاقتصادية، لكن الكويت يعني بدأت الآن تظهر قوتها الاقتصادية خاصة من استغلال مكانها الجغرافي. طيب، الفعاليات اللي راح تقام في المعرض، المعرض حرصنا أن يكون كل يوم فيه فعاليات، إن كان توزيع جوائز أو كان حفلات غنائية. جميل. أو إن شاء الله راح يكون هناك كثير من المشاهير راح يكون بتغطية هذا المعرض. كذلك حرصت على أن يكون خارج المعرض الاستفادة من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من أصحاب المطاعم الكويتية. نعم. أن يكونون في خارج هذا المعرض حتى يكون الاستفادة تشمل جميع الشرائح في المجتمع. جميل. طيب، وهناك يعني شفنا أن في ظل يمكن التنافس اللي قائم خليجيا وحتى يمكن عربيا، نفس هذا النوع من المعارض،
اللي اعتمدتوا عليه حتى يعني ينجح بشكل أكبر هذا المعرض؟ اعتمدنا على علاقاتنا التجارية مع جميع دول العالم والاتفاقيات الموقعة مع أكثر هذه الدول. هذا كان أساس لتفعيل كثير من الاتفاقيات الموجودة، وخلال زياراتنا في اجتماعاتنا الخارجية مع جميع دول العالم يتم دعوة هذول الدول والمواصلة وال... كيف تلقيتهم يعني بعد إرسال لهم المشاركة في معرض الكويت؟ الترجمة كانت على أرض الواقع في عدد هذه الدول المشاركة، في عدد الوزراء الذي سوف إن شاء الله يكونوا موجودين في الافتتاح هذا المعرض. عدد الوزراء من خارج الكويت، من خارج الكويت لافتتاح هذا المعرض. طبعا هذه تكون سابقة، لأن صحيح. كثير الدول اللي احنا نشارك فيها كمعارض تجارية نادرا تلاقي وزراء يشاركون فيها افتتاح هذا المعرض. نعم. طيب الآن لو بنتكلم، احنا انتم عملتوه في المرة الأولى، الاكسبو كان قبل سنتين، الصعوبات اللي واجهتكم في البداية وتغلبتوا عليها، هل كان فيما يخص موضوع عدد المشاريع المطروحة، أم هناك بعض المشاكل اللي كانت تواجهكم من ناحية الشخصيات اللي كنتوا كان بودكم أن تكون موجودة في ظل كان المشاكل اللي صارت خلال الحقبة اللي قبل سنتين؟ استفدنا من تجاربنا السابقة، وكذلك استفدنا أن نحط معرض الكويت الدولي إكسبو 2018 بأنه يتزامن مع الأعياد الوطنية، وكما نعلم أن في هذا الوقت يهمنا المشاركين اللي يجونا من خارج الكويت يشوفون الوجه الحضاري لدولة الكويت، نبي يشوفون الواجهة الحضارية حتى يكون هناك لهم موطئ رجل لاستثماراتهم داخل الكويت. نعم. وفتح لهم شركات عالمية في الكويت لتكون هي مركز مالي وتجاري لهذا الدولة. برؤيتنا بشكل عام كان هناك المشاكل تم التغلب عليها في هذا الاجتماع في من خلال إقامة لجنة برئاسة وزارة التجارة، ودعينا فيها وزارة الداخلية ووزارة الخارجية والجمارك وغرفة التجارة والصناعة وجميع الجهات التي لها دور بشكل رئيسي في إقامة مثل هذه المعارض، حتى يتم تسهيل الإجراءات من وإلى بداية المعرض إلى نهاية هذا المعرض. فإن شاء الله هذه السنة راح تكون هي البداية الحقيقية لانطلاق معرض الكويت الدولي، وإن شاء الله راح يكون السنوات القادمة أكبر بحجم المشاركة وأكبر في العمليات والصفقات راح تصير فيها. أنا ما أشك صراحة، خاصة مع الجهود اللي بذلتوها، وأشوف كذلك أن هناك تجهيزات، راح المعرض راح يقام غدا بإذن الله. التجهيزات، تكلمنا عن التجهيزات، يعني حتى إذا كان الأشخاص اللي مهتمين في المعرض يمكن يتجهون للمعرض. المعرض راح يهتم في جميع شرائح المجتمع. جميل. لأن أنت عندك معرض التجاري، راح يكون هناك بيع مباشر من جميع هذه الدول للمواطنين بشكل مباشر. تمام، مباشر يعني. كذلك الفئة الثانية اللي هم فئة القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة المتوسطة، راح يكون هناك الشركات الكبيرة أصحاب الفكر والخبرة والرؤية للالتقاء فيها. نعم. حتى يتم أخذ يد الشركات الكويتية الصغيرة والمتوسطة ونقلها إلى العالمية، وإن شاء الله تصبو إلى هذا رؤيتنا. جميل. طيب وفيما يخص موضوع، كنت بسألك عن موضوع اللي هو بعض الشركات اللي كانت مشاركة فيما يخص موضوع التكنولوجيا، وتعرف أن التكنولوجيا الآن بدأت توجه يعني خاصة مع العملة الإلكترونية، وتكلموا عن كثير من الأمور، هل راح يكون لها نصيب من المشاركين في المعرض؟ أكيد احنا حرصنا على أن جميع الآن الجيل القادم هو راح يكون إلكتروني بحت، يعني راح يكون نصيبة مع المعرض الصناع العالميين. نعم. الميكر فير، هم راح يتوجهون في التكنولوجيا القادمة، فراح يكون لهم نصيب كبير في هذا المعرض. أنا أتمنى أن يعني نقدم دعوة من خلال مانشيت اقتصادي بأن الجميع يشارك في زيارته لهذا المعرض، لأنه راح يكون يرضي جميع الرغبات الموجودة. تمام. بالنسبة يعني للأوجه المشاركين، يعني اللي راح يكونوا مشاركين في هذا المعرض، هل كانت يعني عارف أنت
30 دولة في العالم، فنظام التأشيرات لدخول الكويت هل هذا للتسهيل حتى للمهتمين والمختصين في مجال التأشيرات يمكن خارج الكويت؟ هل عنده في صعوبة ولا يطلع فيزا للمطار حتى كنوع من التسهيلات يعني؟ هذا السبب من الأسباب اللي خليناها مع تزامن مع احتفالات هلا فبراير، لأن هلا فبراير يسمح لكثير من الدول أن يأخذ تأشيرته بالمطار. بالمطار. فرح يسهل علينا كمية كبيرة في دخولهم إلى الكويت. يبقى بعض الدول اللي نضطر أنه لازم نخاطب فيها وزارة الداخلية. وزارة الداخلية مشكورة. نعم. قدمت لنا تسهيلات جدا كبيرة. في تسهيل جميع التأشيرات الموجودة اللي تم إخراجها. جميل. والمساحة المعرض اللي مشاركين فيها الآن راح تأخذ هو في هي راح تكون في مشرف أرض المعارض في أرض المعارض مشرف ماخذين إحنا صالة 5 و6 كاملة. كاملة. هي صالات كبيرة يعني معناتها أكبر الصالات. أكبر صالات موجودة بأرض المعارض. صحيح. طيب أنا في مرة من المرات قرأت لك هاشتاج وأنا أشوفك وايد مركز على موضوع الشباب، وأنت عارف أنه يمكن الموجودين بالكويت فوق 60% هم من فئة الشباب، وهذه يمكن خطابك دائما ألاحظه موجه لتلك الفئة. أطلقت هاشتاج اللي هو النفط الجديد هو المستقبل، إيش تقصد فيه؟ يعني النفط الجديد أقصد فيه اللي هو الشباب. نعم. وهو مصدرنا القادم، وهو المدخول للدولة القادم. نعم. اهتمامنا في الشباب وإعطائه كثير من الاهتمام نستطيع أن نعمل غد مشرق للكويت، وهم المستقبل، وهم اللي نقدر نعتمد عليهم في بناء البلد في جميع مراحله. فأنا يعني أركز دائما على أن نعطي الشباب قدر كبير من الاهتمام. نعم. لأن جميع الدول المتقدمة بالعالم عطت الشباب القيادة في جميع يعني تخصصات الدولة. حتى يمكن شفنا حتى يعني كانت في بعد الأزمة المالية العالمية توجهوا للمشاريع الصغيرة، توجهوا للشباب. يعني من وجهة نظرك هل ممكن احنا نزيد بعد هذا التوجه فيما يخص موضوع الشباب؟ الاستثمار فيهم هو الاستثمار الناجح حق المستقبل. وكيف تقيم الأداء في الوضع الحالي؟ نقدر احنا نشوف ان لو نقارن الشباب قبل 5 سنوات و5 سنوات القادمة هذه، راح نلاقي ان الشباب تغيروا بالكويت من كانوا يعني شباب متكل على العمل الحكومي الى صار الشباب هو يتكل على نفسه مؤسس العمل في النزول الميداني. نقدر نشوف احنا نقرأ على كمية التراخيص التجارية اللي يعني يستخرجها الشباب في الأوقات اللي قاعد نشوفها الحين بشكل متزايد بشكل كبير. نلاقي الحين الشباب حتى تغيرت مفهومهم ورؤيتهم للعمل التجاري بشكل تنافسي بشكل كبير جدا. جميل. انا يعني من خلال حتى نختم الحلقه باقي لنا تقريبا 4 دقائق او 3 دقائق، انت قريب من صناع القرار وانت قريب جدا من الرؤيه القادمه بالنسبه للكويت، يعني من كونك مسؤول رفيع من في الوزاره وكذلك الاجتماعات اللي تقومون فيها من خلال يمكن تواجدكم مع اصحاب الشركات الوفود الرسميه الخارجيه. الكويت الى اين خلال المرحله القادمه؟ هل شيء يعني ممكن راح يكون في الانفتاح الاقتصادي راح يكون بشكل اكبر؟ الاشياء اللي ممكن ان بناء عليها يكون المستقبل آمن نوعا ما حتى أنه هناك في إنتاجية أكبر وشركات أكثر؟ يعني كموقع يعني موقعك وقربك من أصحاب القرار والسلطة. يعني الكويت منذ نشأتها هي نشأة تجارية. نعم. من أيام الكويت وتطورت في عملية الغوص وعملية النقل التجاري في الكويت. كما نعلم الكويت تمشي في خطوات متزنة لكن عندها رؤية للمستقبل، وإحنا نمشي نفس ما علمونا الأجيال السابقة بخطوات متزنة برؤية يعني واضحة بهدف تصبو إلى أنك تحقق هذا الهدف. نعم. الكويت إن شاء الله قاعد تأخذ يعني مكانها الدولي في الرؤية التجارية، ونحن نقدر نقيسها في عمليات التبادلات التجارية المتزايدة للكويت إن كانت الصادرات أو الواردات.
شو اللي زاد يعني؟ هل لاحظتوها بالارقام موجوده عندكم؟ سنويا عندنا زياده في حجم الصادرات الكويتيه والواردات الكويتيه لدوله الكويت، فهذا يعزز دور الكويت الاقتصادي والتجاري. هل تغيرت أنا هناك أعرف إن على حد علم إن هناك بعض القوانين اللي تغيرت حتى تكون نوعا ما مرنة مع المستثمرين الأجانب، مع حتى سواء من داخل الكويت أو من خارج الكويت؟ الجهود الكبيرة اللي تقوم فيها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في جذب المستثمرين خارج دولة الكويت أو حتى دعم المستثمرين داخل الكويت كان لها دور جدا كبير في السنوات الماضية، وحتى رؤيتها في أهدافها في المستقبل نقدر احنا نشوفها بالحجم الشركات العالمية الذي صار عندها يعني موقع في دولة الكويت على أن تكون هي الهيد أوفيس لها بالكويت. جميل جميل، هذا يمكن إن شاء الله نتمنى. هل عددها كبير؟ قاعد تزايد بشكل منتظم، وقاعد ننتقي الشركات اللي الهيئة قاعد تشوفها مناسبة حق الكويت. جميل. كلمة أخيرة تحب توجهها، وخاصة أن غدا راح يكون افتتاح المعرض، فلك الوقت حتى أن ندعو السادة المشاهدين والمهتمين للحضور غدا في المعرض. يعني أود أن أشكر الشباب الكويتي اللي شارك وعمل بجد وإخلاص وتفاني لتحقيق نجاح هذا المعرض. ما يعني اللي لمسته أن صحيح عندنا شباب مشرف يقوم في عمله، شباب محب لبلده لأنه يكون يبرز في الجانب المشرق له، فأوجه لهم كل احترام وتقدير عن طريق برنامجكم. وكذلك أدعو جميع المواطنين والمقيمين وكذلك القطاع الخاص والقطاع الحكومي وكذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالمشاركة في هذا المعرض إن شاء الله، ونتمنى لكم التوفيق. الوكيل المساعد لشؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية بوزارة التجارة الشيخ نمر الصباح، شكرا جزيلا لك على هذا الحضور وعلى الأداء الطيب، ونلقاك إن شاء الله خلال الفترة القادمة بإذن الله. سادة المشاهدين، نقول لكم حفظ الله ورعايته، وفي أمان الله.